هنا في كواليس حياة النجم أحمد عز والرائعة منى شداد، وهم آخر من يعلم اليوم. أحمد عز، وصف لي نظام أكلك، تفطر إيه؟ تتغدى إيه؟ إحنا محتاجين نعرف هالموضوع. فول. تفطر فول؟ بفطر فول وخبز وكده وبياض بيض وشاي بلبن. هذا الفطور. فين بيشرب الشاي بلبن؟ فين بيشرب الشاي بلبن؟ بروتين بس. لحم أو دجاج أو بالظبط كده، بس بدون أي شيء جنبه. لا، ممكن أكل جنبه رز أو مكرونة يا جماعة. ممكن. أنا عايز أقول لك أنا باكل كل حاجة. يعني أنا باكل كل حاجة، ما يعني الحمد لله ربنا مسهل. إن أنا بيقولوا لي لازم في السرير أول شيء. ده لازم، ده ده لازم أول شيء الصبح. ده طبعا. إنزين، والغدا وفي عشاء؟ وفي عشاء. أنا يمكن ظروف شغلي بتخليني أتأخر بالليل، فباكل بالليل متأخر. بس أنا من النوع اللي لما بفكر بخس. أنا عندي الموضوع ده، يعني التفكير بيخليني أخس. يعني لما ببتدي أصور أي فيلم دايما الأسبوع الأولاني غير الأسبوع الثاني غير الأسبوع الثالث، التفكير والقلق بتاع الشغل بيخليني أخس على طول. طبعا. طيب والبوش أبس إيش أخبارك وياها؟ البوش أبس، تمارين ضغط. تمارين ضغط كويسة الحمد لله. يعني كم واحدة مثلا في اليوم؟ هتقولي لي قوم العب ضغط دلوقتي صح؟ لو سمحت. لو سمحت. يلا يا جماعة، مش حمسة؟ يلا. اللي يطلع من الجمهور عايزين كم واحدة؟ يلا نعد، هنا نعد. ليه 100 ليه؟ وانت شايفاني 20 وخلي الباقي عليك. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. عدوا ويانا. أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. كفايه ممتاز ما شاء الله، يعني رياضي بامتياز. فكره مين بقى دي؟ مش مهم بقى، خليها ولا خليها. هتزعل كل فريق الاعداد بعدين. لا ممتاز كمان سقفلوا عشان من جد تعبوا. انزين، عرفنا انك رياضي جدا، وبس في شغلات انت كمان ساعات من الرجيم تعديها. يعني زي ايه؟ خلينا نشوفها سوا ويانا. انزين، في بطاطا وفي حلويات. البطاطا والحلويات، انت ساعات يجيك في بالك بالليل تاكل شوكليت او بالليل بطاطا؟ بالليل. انا طيب. بحب الشوكولاته قوي، ودايما تهف عليا قبل ما انام، ما اعرفش ليه. وايش تسوي؟ باكل شوكولاته عادي جدا. تاكل شوكولاته عادي؟ طبعا. ابدا يعني؟ وساعات تتصل بالمدرب؟ لا، ما بتصلش بالمدرب. لا، وتقول ما تتصل فيه ابدا؟ لا لا. بس انا عندي فكره ان انت تتصل بالمدرب. انت عارفه هذه ايش طبعا مناسبة؟ هذا درابيل. درابيل. يا جمهور قولوا له بصوت عادي، ربنا شايفك. كويس. خذي لك واحدة. تاني. هذا شيء حلا كويتي. درابيل. ايه ده؟ ربنا شايفك بيقولوا لك. ايه الترابزين ده؟ بيعمل ايه؟ درابيل هذه حلا، حلا من الكويت. الله. بحبها كثير منى. في ماي. ونجيب ماي الحين مع الشاي الصبح بالحليب. ده مع شاي بلبن. والله الصبح. طب هاتيلي شويه قبل ما امشي بقى. ده اختصار. طيب وايش ده؟ حلو قوي. تكلم النور خطاب تقول انا راح اكل شوكليت او اكل هذا وانت مش شايفني، يقول لك ربنا شايفك. هو بيقول لي ما تاكلش وما تعمل، بس ما بتسمع كلامه. اصل هي الدنيا برضو ما ينفعش تتاخد بنظام قوي كده، لان انا كنت ماشي على نظام عملت المراره. ايه؟ وانا والدكتور لما قلت له ان انا يعني عندي وجع وبتاع، قال لي انت مش بروفايل مراره خالص. يعني ما ينفعش ان انا بس يكون. هي الواحد ما لا يسيبها على البحر ولا يقفلها قوي، يبقى معتدل بس. طيب منى، قريت في شغلات في الانترنت انه انت قمتي ببعض عمليات التجميل، صحيح الموضوع؟ لا صدق. ما فيها شيء. لا ما فيها شيء يعني، او اصلا انا يعني ما تكذبيش. أنا نفسي. نعم. ما تكذبيش. والله الحمد لله ان الله جميل يحب الجمال. حلوه هذه.
اقنعوني وايد ان اسوي عمليات الباي باس وتدبيس المعده والمصاري او الرجلين بتروح، يعني اشياء كثيره يعني. بس انا بصراحه كنت مانعه نفسي بهالشيء. اولا مناعه الجسم تختلف، وثاني شيء انا خوافه من شيء اسمه ابره او بنج او ان احد يعني يجس اي عضو من اعضاء جسمي، لانه بالفعل اخاف. فانا اقنعت نفسي يا منى ان اقول مثلا كل يوم السبت اقول يلا من يوم السبت ابتدي رياضه. كل يوم ما بيجيش السبت. احنا الكويتيين دائما نقول يلا من يوم السبت نبتدي رجيم او نبتدي رياضه. فعلى هالاساس هذا قمت فكرت اني ادش منتجع صحي ارتاح اضبط اموري وضبط امور قصه الوزن، ولا سكر ولا ضغط ولا اي شيء، فالحياه حلوه يعني. احمد انت للحين ما تزوجت؟ لسه صغير.